أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة جاهزيتها لمكافحة وباء الكوليرا مؤكدة توفر الاستعدادات الفنية اللازمة لتنفيذ حملة التحصين ضد الوباء. وقالت الوزارة إن حملة التحصين ستبدأ يوم السادس من شهر مايو الجاري. تتزامن هذه الحملة مع تحذيرات دولية من استمرار تفشي وباء الكوليرا في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: التحذيرات من استمرار تفشي وباء الكوليرا في اليمن، ومدى جاهزية وزارة الصحة في مواجهة هذا الوباء. أكد مدير عام مكتب الصحة في عدن جمال خدابخش جاهزية اللجان الخاصة بالتحصين ضد وباء الكوليرا بالنزول الميداني في المرحلة الأولى، التي تستهدف مديريات المعلى والتواهي وخور مكسر وصيرة. أوضح المسؤول أن المستفيدين من هذه الحملة أكثر من 47 ألف منزل. نشاهد هذا التقرير ونعود. موسم الأمطار يعيد شبح الكوليرا إلى الواجهة مجدداً. مخاوف أطلقها باحثون دوليون مؤخراً من عودة تفشي هذا الوباء بالتزامن مع حلول موسم الأمطار في البلاد، خصوصاً مع انتشار النفايات في الشوارع وضعف البنية التحتية لمجاري الصرف الصحي. الباحثون طالبوا بتعزيز التدابير بشكل عاجل من أجل تفادي المخاطر عبر عدد من الخطوات الوقائية، من بينها تدشين حملات التلقيح وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه. تقديرات لمنظمات دولية أشارت إلى أن عدد الوفيات بالكوليرا خلال العام الماضي بلغ أكثر من 2200 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين المليون شخص. وزارة الصحة في عدن كاستجابة لهذه الدعوات أعلنت استعداداتها الفنية اللازمة لتنفيذ حملة التحصين ضد وباء الكوليرا ابتداء من السادس من مايو الجاري. وبحسب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش، فإن النزول الميداني للحملة يستهدف أكثر من 47 ألف منزل كمرحلة أولى للتحصين، حيث ستستهدف هذه المرحلة 4 مديريات في العاصمة المؤقتة. المسؤول ذاته دعا كافة المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بوباء الكوليرا كشرب المياه المعقمة والحرص على التصريف الأمثل للنفايات. لكن هذه الإرشادات وحدها بنظر متخصصين في مجال الصحة ليست كافية للحد من تفشي الكوليرا الذي سبق وأودى بحياة الآلاف من المواطنين، ما لم تصحبها حملة واسعة لإزالة أسباب ظهور هذا الوباء. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بوكيل وزارة الصحة أستاذ علي الوليدي. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. إذن بداية، هل يمكن لكم إطلاع المشاهد على الاستعدادات التي تجريها وزارة الصحة العامة لمكافحة وباء الكوليرا بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة إيس بإعطاق القناة القائمين على القناة لإستضافة لنا في المذاكرة الهاتفية حول الحدث الهام هذا الذي في وزارة الصحة العامة يوم غدًا إن شاء الله من العاصمة عدن مع السلطة المحلية بالعاصمة عدن وجميع الكوادر الفنية في عدن. بش إن شاء الله حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في 4 مديريات، وهي مديرية المعلم، مديرية التواهي، مديرية خور مكسر، ومديرية فلة في مرحلة أولى، ومن ثم تريها مراحل أخرى عموم محافظات الجمهورية خصوصا يوم قدم من العاصمة عدن، بعد أن وصل اللقاح الأسبوع الماضي عن طريق كوبنهاجن إلى نيروبي ثم جيبوتي إلى مطار عدن الدولي. وستشمل هذه الحملة بإذن الله عدد المستهدفين حوالي 352 ألف من 6 سنوات وما فوق، سيقوم بها عدد من الكوادر الصحية من منزل إلى منزل وفي المرافق والسجنات العامة. هناك ما يقارب عن 320 تقريبا 320 طريق متحرك سيقوم بها، وعمال الفرق الثابتة والمتحركة ما يزيد عن 650 شخص سيقوم بالحملة في عموم الأربع المديريات. التثقيف الصحي منذ أسبوع وهو بيقوم بدوره. هناك شاء
الشغف يحتاجنا التوظيف على عمود سكان ومتطلب العالمية ومنظمة الطول الإنسي ينجح الحملة الوطنية واستبدال العاصمة عدن. طيب يعني هل يمكن الحديث على أن هذه الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بخصوص الكوليرا ستكون كافية تجاه هذا الوباء؟ من بعد الجائحة الأولى والجائحة الثانية التي شهدتها بلادنا قامت الصحة العامة والسكان بعمل خطوات في هذا الاتجاه، منها أولا فتح مراكز ومستشفيات لاستقبال الحالات لثلاث مائة الحالة والكوليرا وتوزيع الأدوية والمستلزمة الطبية وتدريب الكوادر الصحية على السياسات العلاجية في هذه المرافق، كذلك فرق الاستجابة السريعة في عموم محافظات الجمهورية الذي فرق الترصد الوبائي وإنشاء غرفة عملية مركزية في وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن وأخرى في صنعاء، كذلك غرف فرعية في المحافظات لاستقبال البيانات عن عدد الحالات في عموم محافظات الجمهورية، عمل مشترك بين وزارة الصحة العامة والسكان مع شركاء دوليين، وتلقينا دعم سخي مركز الملك سلمان لإقافة الأعمال الإنسانية والأحمر الإماراتي والجمعية للإقافة الكويتية، وكان توزيع الرسائل إلى عموم محافظات الجمهورية من 53% تم إرسالها من عاصمة عدن إلى المحافظات في خلال 25 كلاب عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية. حقيقة الحملة التي تقوم قدم هي سلسلة من ضمن سلسلات مترابطة، نحن بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية طالبنا في موضوع الإصحاح البيئي وتم تقييم المياه في عدد من المحافظات أو في كثير من المحافظات الجنوبية تقييم المياه الشرب، وطالبنا من السلطات المحلية والمؤسسة النظافة تقوم بدورها في عموم محافظات الجمهورية، وذلك ليتم الجرس على عامة والسكان أيضا في السبب المخلقة في منع انتشار أو منع جائحة ثالثة متوقع حدوثها مع الأمطار في فصل الصيف. لكن إن شاء الله بجهود من الوزارة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وجميع المرافق ذات العلاقة وبدعم سخي من دولة رئيس الوزراء وبإشراف مؤسسة الرئاسة إن شاء الله سنتجاوز هذه المحنة. نحن إن شاء الله قد نبدأ من العاصمة عدن، كنا نتمنى من صنعاء نبشر، ولكن يشتري الطلاب مثل عادتها منعت وصول لقاحات لصنعاء وبالتالي أحرمت كثير من المناطق الذي استخدم على سلطتها بأن يقوم بحملة لطب مرض الكوليرا لاعتبار نجاح الهام عنه كان في اتفاق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف أنه تقوم في بعض المناطق في صنعاء وكذلك في العاصمة عدن، لكن تعرضنا عن لقاحات ونحن من على هذا المنبر وتحدثنا في القاهرة مؤخرا مع مثل منظمة الصحة العالمية إنه نحن مستعدين في العاصمة عدم استقبال هذه اللقاحات اللي هي مخصصة لهذه المناطق وسنصفها في مناطق أخرى بحيث أن لا تنحرم هذه المناطق، سنصف في تعز، سنصف في جزء من الفديدة، في جزء من البيضاء، في مأرب، في الجوف، في كثير من المناطق التي هي مستهدفة بالإضافة إلى عبيان إلى لحم المضارع. نحن اللقاح الذي وصلنا هذا الـ 54,000 سنصف في العاصمة عدم في الأربع مديريات متوقعين لقاحات اخرى توصلنا ان شاء الله في الايام القادمه وستتوالى الحملات تتوالى المراحل لحمله لقاح ضد مرض الكوليرا. يعني افهم من حديثكم ان هذه هي فقط مرحله اولى بالنسبه لعدن، لذلك سيكون هناك متابعه اخرى او حملات اخرى للمناطق والمحافظات بقيه المحافظات في الجمهوريه. نعم، هذه المرحلة الأولى طبعا هناك كان في إشكالية في موضوع اللقاح، فتوفر لنا اللقاح وتم مقدم إن شاء الله الحملة. طبعا لقاح الكوليرا هو خذ منه في عدد من الدول القرن الأفريقي، وبالتالي كان صينا لليمن حسب نحن طلبنا في السابق وتم تصنيع اللقاح ووصلنا لهذا الحدث ل 54,000 دولار، وإن شاء الله لاحقا تصل اللقاحات المتوقعة لنا إن شاء الله بنزيد عن 2 مليون جرعة، وصلنا في الأيام القادمة بالتوالي، وهناك جهود كبيرة من الشركاء الحقيقة منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، ولأول مرة يوصل اللقاح مباشرة إلى العاصمة عدن، كان دائما كل اللقاحات توصل إلى صنعاء، وبالتالي بلش الانقلاب عندنا إشكالية في وصولها إلى المناطق المحررة وعدم المناطق الجمهورية، في الأخير هي عملية من الشهادة الموت في كل مكان في شوارع اليمن، وبالتالي لا نقطع منها أن تهب الحياة لأي أحد، ونحن
طالبين من شركائنا الدوليين انه اي لقاح يوصل الى العاصمة عدن، بحيث اننا سنزود جميع المحافظات الجمهورية. نحن حاليا نعمل على انشاء غرفتين لحد لقاحات كبيرة، واحدة في مطرح عدن الدولي والاخرى في المدينة يعود محافظات الجمهورية، وقد تم الاتفاق وقعنا بالسابق شخصيا مع ممثلة مرضى مكة دكتور ميرسل، حيث تكون في العاصمة عدن ونمنع احتكار ميليشيا الانقلاب لاحتكار اللقاحات. هم في السابق منعوا طائرتين من اللقاحات من وصولها الى مطار صنعاء وتمنعتها الجيبوتي. يعبثون بكل شيء فيما يخص اللقاحات. نحن البرامج الوطني للتحكم في صنعاء، نحن البرنامج الوطني للحرب المناريه في صنعاء، وبالتالي نحن طالبنا من شركائنا انه جميع البرامج تنقل الى العاصمه عدن، ونحن مسؤولين عن عملها اليمن، جميع عملاء اليمن من صعدة حتى المغرب فيما يتعلق باللقاحات، اي لقاح او اي ادويه او شيء يدخل لاي منطقه في اليمن، فبالتالي وصلنا لجميع عملاء اليمن. طيب يعني في سياق الحديث عن المنظمات استاذ دكتور علي، ما هو طبيعة الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية بخصوص مكافحة وباء الكوليرا تحديدا باعتباره موضوع هذه الحلقة أساسا؟ طبعا الفعل كبير جدا، والسنة الجميلة تقدم لدينا بعد طرق ميك الانقلاب وانقلت على المؤسسات الدولة ومن المؤسسة الصحية لتدمير ما يزيد عن خطوة دكتور علي. هذا فجوة كبيرة جدا، وهذا أكثر سلما على دور الوزارة وعلى حتى المنظمة تقوم بدور، لكن ليس المطلوب الذي نحن نعمله ونتمناه منهم. يجب عليهم أن بنود كبيرة جدا في احتواء الجائحة، ليس مرض الكوليرا فقط، إنما هناك الملاريا والمبرد والدفتيريا والحصبة. قمنا بحملات للدفتيريا والحصبة في عدد من المحافظات، موضوع الحصبة تم تدشينها من العاصمة عدن بينما الإخوان في المحافظات الأخرى خصوصا في المناطق التي استقبلت ميليشيا الانقلاب تم الرفض فخروا أن يقوموا بحملات، وهذا يسبب على انتشار الوباء في عدد من المحافظات. وبالتالي طالبنا من منظمات الصحة العالمية واليونيسف الضغط على هذه الميليشيا وتعريفهم امام العالم انهم يمنعوا اللقاحات ويمنعوا الادويه ويمنعوا كل شيء. هذا يؤثر سلبا على دور القطاع الصحي في عدد من المحافظات الذي هي بحاجه الى دخول عاجله من قبل المنظمات الدوليه. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي دكتور علي. ارحب بمن ينضم الينا الان، جمال خدابخش مدير عام مكتب الصحة بعدن. أهلا بك سيد خدابخش. إذن ضعنا في صورة الاستعدادات لديكم في مكتب الصحة بعدن لهذه الحملة التي ستنطلق بإذن الله يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله، ومساء الخير للأخوة المشاهدين، وشكرا للدكتور علي على المقدمة التي تكلم فيها. طبعا بالنسبه لمكتب صحه عدن جرت الاستعدادات من اكثر من اسبوع، هناك حوالي 640 كادر يشكلون حوالي 372 فرقه صحيه بمنتابه ومتحركه، وان شاء الله غدا سوف تدشن الحمله التطعيم ضد الكوليرا والتي خرمكسر البصيرة والتوائي والمعلة، والتي بتكون هناك 11 فرقة ثابتة و 361 فرقة متحركة. ستنفذ الحملة من منزل إلى منزل، يشرف عليهم حوالي 63 مشرف ميدانيا، وتستهدف طبعا زيارة حوالي 48 ألف منزل، والمواطنين المستهدفين حوالي 352 ألف مواطن من عمر السنة والبالغين من مختلف الأعمار أو الفئات العمرية. نتمنى طبعا احنا من المواطنين ومن المجتمع الحشد والتفاعل مع هذه الحملة والنجاح. وطبعا احنا في فترة الصيف، وفترة الصيف طبعا تكثر فيها الرطوبة العالية والدباء بعد ينتشر، فنتمنى من المواطن
أن يأخذ الحذر بالجانب الصحي الوقائي لليدين بشرب المياه النظيف، مكافحة الضباب ما في أماكن الخاصة بها، تجنب أكل المأكولات المكشوفة اللي موجودة في الشوارع أو في طيب المطاعم. دكتور جمال، ويختار اختيار دكتور جمال سنعود إلى هذه سنعود إلى هذه النقطة دكتور جمال، دعني أعود بعودة أخيرة للدكتور علي الوليدي. دكتور علي، يعني أمام وزارة الصحة بالنسبة لي ما هي أبرز العوائق التي تواجهها وزارة الصحة سواء لموضوع في مواجهة وباء الكوليرا أو في مواجهة غيره من الأمراض؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة، كان معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا له. على كل حال أعود إليك دكتور جمال. دكتور جمال، كنت تتحدث حول أهمية التفاعل السكاني وتفاعل المجتمع مع هذه الحملة، إلى أي مدى ترون أن هناك نوع من التواصل مع المجتمع والسكان لديكم، وما هي أبرز الأعمال التي ستقومون بها بهذا الخصوص؟ نحن بدأنا مبكرا بتوعية المجتمع والتدريب الصحي بنشر البروشورات والاجتماعات مع أئمة المساجد وشيوخ الحارات والنزول للمدارس وإلى المجتمع بشكل مباشر، ونطرحهم بأهمية الحملة وبأهمية النظافة وبأهمية الوقاية من هذا المرض، خاصة نحن نواجه الصيف حار جدا، وهذه الأمراض طبعا تنتشر خلال فترة الحر والرطوبة العالية، فكان في هناك تجاوب كبير جدا ولله الحمد من جميع الفئات الشعب، وهناك حشد شعبي طبعا واضح جدا، وقد تمت الحملات السابقه ضد الدفتريا وضد مرض الحصبة، ونتمنى ايضا من المواطنين ان ياخذوا هذه الحمله بالنجاح والتفاعل معنا، وبالاخير هي الوقايه خير من الف علاج. طيب دكتور، يعني بالحديث عن وباء الكوليرا في عدن، ما هي الأرقام المتعلقة بهذا الوباء؟ إلى أي مدى يمثل هذا الوباء بالنسبة لعدن صعوبات أو تواجهون صعوبات في مكافحته؟ هو كان العام الماضي موجود حالات كثيرة جدا، والحمد لله انحسرت بفضل دعم المنظمات وسياسة مكتب الصحة ووزارة الصحة، انحسرت انحسار كبير ولم تشكل هناك أي أرقام إيجابية، اللهم أنك حالات بعض الإسهالات الخفيفة اللي هي طارئة نتيجة بعض سوء التغذية، قصدي بعض المأكولات التي هي غير صحية، لكن كحالة كوليرا حتى اليوم حتى اللحظة هذه لا توجد حالة إيجابية مطلقا، وإنما الحملة التحصين دي هي وقائية إلى احتمالية ظهور أي مرض خلال الفترة القادمة، مبدئية حاليا بأربع المستشفيات الموجودة على محاسة توفر اللقاح، وبعد فترة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بتعمم الحملات هذه المديريات الأربعة المتبقية في محافظة عدن، وزي ما قال الأخ الوكيل علي الوليدي أنه أيضا استراتيجية وبرنامج خاص للمحافظات الحرة المحيطة بمحافظة. أشكرك دكتور جمال الخدابخش مدير عام مكتب الصحة بعدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل، إلى اللقاء.